سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي الفاضلات في كل مكان، كيف الحال؟ أنا أم هيثم، جئتكن اليوم نزولا عند رغبة الكثير من السيدات الحوامل بموضوع مهم للغاية بعنوان علاج ضيق التنفس لدى الحامل، فيرجى مشاهدة الفيديو حتى النهاية لكي تعم الفائدة. تتعرض المرأة الحامل في مراحل حملها إلى العديد من التغيرات، وخاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل كتعرضها لعدم القدرة على التنفس، فقام الأطباء والخبراء بوضع خطوات علاجية يجب على كل حامل اتباعها لعلاج هذا المشكل. ومن هذه الخطوات نذكر: أولاً، التنفس العميق. للتنفس العميق فوائد عديدة، وذلك من خلال تمرين الرئتين على زيادة قدرتهما على تحمل الضغوط الزائدة التي قد تتعرضين لها في مراحل متقدمة. ثانياً، ممارسة تمارين اليوغا. لتمارين اليوغا أهمية كبيرة في تنظيم عملية التنفس، ما يحافظ على سلامة الرئتين. ثالثاً، ممارسة تمارين التنفس. تتمثل هذه التمارين في الاستنشاق بعمق مع رفع الذراعين للأعلى، كذلك الزفير ببطء مع بقاء الذراعين بجانبك. رابعاً، الجلوس والنوم بطريقة صحيحة. ينصح بالجلوس بطريقة مستقيمة مع إرجاع الكتفين إلى الخلف، وعند النوم يفضل استعمال وسادة توضع تحت الجسم بطريقة ترفعه قليلا والتي تساعد الرئتين في الحصول على الأكسجين. خامسا، شرب الكثير من الماء. عليك بشرب الكثير من المياه، وذلك للحفاظ على رطوبة جسمك من الداخل، لكون الجفاف عاملا من بين العوامل التي تشعرك بالانزعاج وضيق التنفس. سادسا وأخيرا، الحصول على الراحة اللازمة، ويكون ذلك من خلال تجنب قيامك بمجهود بدني كبير. في الأخير أختي الكريمة، إن وضع إعجاب بسيط للفيديو يبين لنا مدى اهتمامك بهذا النوع من المحتوى، فلا تبخلي علينا وشكراً.